متابعينا الكرام، يعني كنحاولوا اننا نطلعوا لاعلى نقطه، اعلى نقطه باش كاملين بينا، يعني كيف المغاربه كينتظروا انهم يشوفوا او يسمعوا بالله الطفل ريان خرج حي يرزق. فاحنا كنأكدوا لكم ان حتى حنايا في هذه اللحظات هذا هو الشعور وهذا هو الاحساس اللي بغينا نحسوه كاملين. متابعينا الكرام، حاليا نعطيكم اخر 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 مستجدات متعلقه بالطفل ريان، على انه جميع العناصر ديال الدرك الملكي حاولت انها تطوق المكان. وكذلك عناصر الوقايه المدنيه حتى هي حاليا كنشوفوا ان شي اله او لا شي حاجه اللي جابوها دابا. عثمان دير مباشر، من دير مباشر اللي قلت لك. كيف كنشوفوا حاليا وصول يعني كيف ما كنشوفوا حاليا كل شيء كينتظر فقط فقط اخراج الطفل ريان بصحه جيده. يعني هناك تطويق تام من طرف عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقايه المدنيه، كيف ما كنشوفوا راهم منزلين الماتيريال ديالهم، كذلك الطاقم الطبي كيتواجد بالمكان او النفق اللي وصلوا ليه حاليا. مزيان اللي اصبح حديث الساحه ولله الحمد. متابعينا الكرام، متابعينا الكرام، حاليا يعني كنظن كنتمناو يعني الامنيات ديالي في هذه اللحظه هذه ما بقيناش باغين عينا، يعني صافي كننتظروا شيء واحد هو خروج الطفل ريان بصحه جيده ويعلنوها رسميا ان الطفل ريان حي يرزق ونمشيو كاملين بينا فرحانين. متابعينا الكرام، نحن الان لازلنا معكم مباشره يعني لحظات قليلة إن شاء الله كتصلنا، لحظات قليلة كتصلنا عناصر الوقاية المدنية يمكن نزلوا الآن. يعني القلب ديالنا غيوقف هاد اللحظات هادي، القلب ديالنا غيوقف هاد اللحظات هادي. حاليا عناصر الوقاية المدنية راهم مهبطين الماتيريال ديالهم، نتمناو 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 تكون هادي هي النزلة الأخيرة ليهم، يعني نتمناو. نتمنى من كل اعماق القلب ديالنا تكون هذه اخر نزله لهم ويطلعوا الطفل ريان في يديه.
ينتبهون جريدة أخبار الشعب. عناصر الوقاية المدنية نزلت الآن، نتمنى أنها تجيب رايان في يديها، يعني ما بقاش عندنا الصبر أو الانتظار لأي شيء آخر من غير أن طفل رايان يجيبوه في يد ديالهم ويفرحونا ويفرحوا جميع المغاربة اللي كتنتظر يعني لمدة 3 أيام متواصلة. متابعينا الكرام، يعني حاليا الكل كيتواجد في مكان واحد، وهو المكان اللي كنتمناو انه يكون مكان خروج الطفل رايان. هنا حاليا عناصر ديال السلطه المحليه كتحاول تهز بعض الاليات من اجل يعني شيء ما الذي لا نعلم. متابعين جريدة أخبار الشعب، ننقل لكم الحدث بالصوت والصورة من عين المكان. يعني الكل الآن كينتظر شيء واحد، يعني شيء واحد اللي كنتظره جميعا، وهو خروج عناصر الوقاية المدنية برفقة الطفل رايان. هذا هو الشيء الوحيد اللي كنتظره الآن. يعني لم نعد ننتظر أي تصريح من أي مسؤول من غير أنه يقول لنا صافي رايان ها هو في يدينا، أو رايان تم نقله المستشفى. دي الحاجة الوحيدة اللي بغينا نشوفوها دابا فقط. كيف ما كتشوفوا حاليا برميل الماء كيحاولوا ينزلوا فيه. كيحاولوا الآن أنهم ينزلوا. يا صافي